مساء الخير لكل الموجودين معنا باسم المحطه ابو اسلام، ونرحب بكل الموجودين معنا. خلينا نبلش زفتنا، يا ريت الجميع معنا مع العريس. اهلا وسهلا بكل الضيوف الموجودين معنا. قلبي من عابد، هلا 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 مساء الخير على رجاله، هلا احمد الفاز، هلا احلى عريس، هلا بالغاوين اهل الرهاي، سعدي عربي وبعدين يلا يا بوك ابشرها نور. Oh,
شخصية كبيرة من منزلة البيت العظيم، والعنده شخصية لأحلى عريس، وهلا في منزلة البيت العظيم خلق أبو باسم خلق لعيونك يا إسلام. أبو إسلام بنبارك لك بنهني لك بنفرحك بالغالي. المسائل أهل كولومبيا أهل تشبي أهل تشازور هذا البدوي البدوي هيا لا يا بدوي Yeah.
منا نخليها مش عارفين بدون قلب الملمو حلوة هزت وجه روحي
مبروك يا شباب. مبروك عم الحبيب الله يسلمك. حبيب. مبروك عم كانت هذه زفة إسلام عدنان الحطاب مخيم الجلزوء فلسطين. طبعا أخونا إسلام وأخو الأستاذ عدنان معروفين في المخيم. طبعا ناس كثير لجوا
اخوي عدنان الكنش اكمل اولادك حبيب ساز كل صوره مع بعض. نعم بص يا سيدي ككابر المخيم كان معكم الاعلام المعزه مخيم جلسون فلسطين. تحيا فلسطين وتحيا افراح فلسطين واللقاء في فرح اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.